الحياة فم زهرة الحياة. موجز الأخبار على الحياة فم. موجز الأخبار من إذاعة الحياة فم، أهلا بكم. البداية بالشأن الصحي. كشف نائب رئيس الجمعية التونسية لطب الكلى وتصفية الدم محمد المنجي باشا أن حوالي 12 ألف شخص يعانون من الفشل الكلوي في تونس ويقومون بالتصفية الدورية للدم. وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بمناسبة احتفال تونس باليوم العالمي للكلى الموافق لثاني خميس من شهر مارس من كل عام أن العدد الجملي لعملية الزرع المنجزة لم يتجاوز 2200 عملية خلال الأربعين سنة الأخيرة، وهو رقم لا يستجيب لحجم المطالب في قائمة الانتظار التي تتضمن أكثر من 1600 مريض إلى موفى العام الماضي. أوضح أنه من المفروض القيام بعملية الزرع لمريض من أصل 3 مرضى بالفشل الكلوي، داعيا عموم المواطنين للتبرع وإنقاذ الأرواح، وذلك من خلال التبرع من شخص حي أو من شخص مات دماغيا. وطنيا، دعا الاتحاد الوطني للمرأة التونسية إلى مراجعة القانون الانتخابي بما يدعم مشاركة النساء في العملية الانتخابية ويكرس مبدأ التناصف، مؤكدا أن تراجع نسبة تمثيلية المرأة في البرلمان الجديد وغياب هذه التمثيلية في بعض الولايات من بينها ولاية القيروان المهدية، توزر، سيدي بوزيد، جندوبة، وباجة وزغوان، سينعكس سلبا على طموحاتها ويجعلها ترزح تحت وطأة العنف الذي ما زالت تعاني منها. وحثت المنظمة النسوية في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق لتاريخ 8 من شهر مارس من كل سنة على مزيد التطبيق الفعلي لمقتضيات القانون الأساسي عدد 58 المتعلق بمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة للحد من انتشاره وبث ثقافة احترام الحقوق الإنسانية للنساء واتباع مناهج للحد من تداعيات العنف الخطيرة على الأسرة والمجتمع. من جهتها، أوصت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أمال بالحاج موسى الدول العضاء في الفضاء الفرنكوفوني باتخاذ الإجراءات والتدابير الملموسة لدعم التعاون الرقمي وللتنسيق وفق مقاربة شاملة، وذلك لافتتاحها ندوة حول الرقمنة من أجل البنات ونساء متعلمات ومستقلات التي نظمتها المنظمة الدولية للفرنكوفونية على هامش أشغال الدورة 67 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة في العالم. عالميا، صرح عالم الفيروسات الروسي وكبير الباحثين في مركز أبحاث علم الأوبئة أو علم الأحياء الدقيقة بأن وباء كورونا سينتهي، لكن لا يمكن استبعاد ظهور طفرات جديدة للفيروس. ختام الموجز الإخباري قدمته لكم سوار بن حميدة. لأكثر تفاصيل زوروا الصفحة الرسمية الحياة فام على الفيسبوك.